الأيام الثلاثة الأولى كان الكل يطلب أن من حزب الله أن يضبط النفس، ولكن عدت اتصالاتي في الثلاثة أيام الأخيرة أقول على إسرائيل أن تقف من استفزاز حزب الله، أن لا يكون الاستفزاز مستمرا. ففي الأيام الثلاثة الضحايا كانوا من حزب الله. فنرى أن يوجد نوع من الاستفزاز، ولكن حزب الله حتى الآن أقول بالتعاون معنا وما أسعى إليه، تعلمين تماما هذه القرارات قرارات ليست بيدي شخصيا، ولكن أنا ما أقوم به أقوم بواجبي كاملا لحماية لبنان وحماية الدولة اللبنانية. شو يعني دولة الرئيس هذه القرارات ليست بيدك شخصيا؟ يعني كأنك عم بتقول أنه الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية لا تمتلك قرار الحرب والسلم؟ ستنا اليوم مثل ما طلع امبارح بين انه نحمل الحكومة اي عدم استقرار او الحرب مع اسرائيل. هل انت في لبنان؟ انت تتكلمين معي في لبنان ولا انت في جسر كرساو؟ انت في لبنان وتعرف الوضع، لنكون واقعيين. اقوم بما لدي، اما قرار الحرب هو بيد الحكومة اللبنانية. اين انت؟ وين قاعده؟